تواصل الاحتفالات الجماهيرية برفع العقوبات الكيدية عن الشهيد الزعيم ونجله أحمد. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة والقطاع وسقوط عشرة الشهداء والجرحى. واشنطن تعزز تواجدها في المنطقة وترسل سفنا حربية وأسرابا من الطائرات المقاتلة. نشرة الثالثة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. احتفالات بهيجة تتواصل داخل الوطن وخارجه بقرار رفع اسم الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات الأممية المبنية على حجج ظالمة. كشفت زيف الادعاءات الكيدية التي ألصقت بهما منذ نكبة 2011. وقد عبر مواطنون عن الغبطة بقرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم ونجله، واعتبروه خطوة على درب الاصطفاف الوطني وإحقاقا للحق. رفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح هو فرحة عيدية بالنسبة للشعب اليمني، والفرحة العيدية للشعب اليمني ككل لا توصف. عن شعور ان فرحنا في هذا الخبر، لانه اليمن بهاويه، ونتمنى عوده الاخ احمد علي عبد الصالح لصالح الوطن وينقذنا من هذا الوضع اللي احنا فيه، وضع سيء ومزري جدا على الشعب اليمني المسكين. خبر رفع العقوبات عن الشهيد علي عبد الله صالح والسفير احمد علي عبد الله صالح خبر اثلق صدور الجميع من اليمنيين، ونتمنى أن يعود الأمن والأمان والاستقرار إلى البلاد، وأن تعيش اليمن مرحلة قادمة إن شاء الله فيها كثير من الخير والبركات واليمن والأمان والاستقرار إن شاء الله. رفع العقوبة هو أولا خبر يعتز به اليمنيين ويعتز به الوطن، وكل مواطن يمني يعتز بما سمعه لمن رفعوا عنهم العقوبات، وهذا شرف لنا كلنا اليمنيين الآن نعتز ونفتخر بما سمعنا. لا والله فرحانين، يعني لو رجع أحمد علي بيصلح الوضع إن شاء الله، رجع زي ما كان قبل أيام الزعيم، يعني الوضع كان تمام قبل أيام الزعيم، وهذا نحن نأمل بأحمد علي خير إن شاء الله. حقيقة أن هذا القرار طال انتظاره الشعب اليمني وكثير من أعضاء المؤتمر وقيادات المؤتمر الشعبي العام كانوا ينتظرون هذا القرار الرائع، وفرحة الناس وفرحة الشعب وفرحة المحبين اليوم فرحة كبيرة وعارمة بما لا شك فيه، وهذه خطوة رائعة جدا في طريق السلام، في طريق حسن النوايا. احنا نقول يعني برفع العقوبات هذه إن شاء الله أنها يعني مبادرة خير على البلاد، وإن شاء الله تحتل المشاكل في اليمن، وأن يكون أمن واستقرار ويعود اليمن إلى ما كان عليه، ويبعد الله من المشاكل، واليمنيين يكفي لهم، اليمنيين يقعدهم والله في حالة يعني جرثالة. نأمل أن تعود البلاد إلى ما كانت عليها من قبل، كنا في أمن وأمان واستقرار. نريد عودة أحمد علي عبد الله صالح اليمن سالما غانما، ونشكر كل اللي رفعوا العقوبات عليه. نبارك لشعبنا اليمني العظيم هذا القرار برفع الحظر عن رئيس الجمهورية الأسبق الشهيد علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح، بهذا القرار الذي استبشر به الشعب اليمني خيرا، وأملا بإذن الله استعادة الجمهورية اليمنية. تقتضي وحدة الصف الجمهوري إلى رفع العقوبات عن كل ما يتعلق بالجمهوريين، وهذه أول طريقة تعتبر في طريق في خطة السلام أو طريق السلام. في الحديدة تتواصل احتفالات اليمنيين في مختلف المحافظات والمديريات ابتهاجا برفع العقوبات الأممية عن الرئيس الأسبق الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي.
واحتفل أبناء مدينة حيس والمناطق المجاورة لها بهذه المناسبة، وازدانت السماء بالألعاب النارية تعبيرا عن فرحهم بإلغاء العقوبات القيدية التي استمرت 10 سنوات. واستهدفت الزعيم الشهيد الصالح والسفير أحمد ظلما وعدوانا. قرار رفع الحظر عن الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ونقله العميد ركن أحمد علي عبد الله صالح قرار مفرح لكل اليمنيين على طول وعرض مساحة الجمهورية اليمنية، وأيضا هو ما يلبي طموحات وحلم الشعب اليمني والأمل الذي يتوسمه في العميد أحمد علي عبد الله صالح. نسأل الله أن يكون خير خلف لخير سلف، وندعو كل المكونات سواء السياسية أو الاجتماعية أو القبلية أو غيرها في المجتمع اليمني أن تكون على كلمة واحدة. قال تعالى: ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فاليمن يستحق منا كل خير، وأحمد علي عبد الله صالح معقود في ناصيته الخير ويحظى باحترام وحب الجميع. نحن في المؤتمر الشعبي العام مع الناس ومع طموحة الناس ومع أحلام الناس في هذا الرجل الذي نتوسم فيه أن يكون منقذا وصالحا لأن يقود اليمن خير قيادة. القصيدة إلى أحمد الخير: غاية الحب أن تكون الأماني وعميق الوداد صدق البيان، لك منا الوفاء ومنك المعاني، إنما الشعر فيك كالترجمان. أنت بدر في أفق هذا الزمان بين سعد السعود أو كيواني، ما ترى الشعب بين أرجائها يهفو إليه كالعاشق الولهاني. رغم هذا الأسى ورغم الذي نشكوه من نائبات هذا الزمان، كل قلب فينا ولوع له يجدو لعينيه أعذب الألحان، لم تزل روحه تخالط أمشاجا لنا نابضات بالعرفان. فتقدم يا أحمد الخير واحضن راية الشعب يا سهيل اليماني. نحن اليوم نحتفل في مديرة حيس بمناسبة فتح العقوبات أو رفع العقوبات على الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه ونقله السفير أحمد علي عبد الله صالح، وهذا يعتبر إضافة نوعية للمعركة الوطنية على الساحة اليمنية. وما قام به مجلس مؤخرا هو عبارة عن انتصار للشعب اليمني كافة وللمعركة ضد الميليشيات الحوثية، وإن شاء الله تعالى أننا نعول على السفير بأنه سيكون له قادم الانتصارات في استعادة الجمهورية والدولة والعاصمة صنعاء. عرف السفير أحمد علي عبد الله صالح في الأوساط الشعبية بشخصية متواضعة وطباع هادئة وصفحة بيضاء، وابتعاده عن الأضواء طيلة رئاسة والده لليمن، فضلا عن مهارات قيادية مبكرة في إدارة أهم قوة عسكرية في البلاد أكسبته احترام الجميع. ورغم إظهاره لمواقف متعقلة منذ فوضى العام 2011 وما تلاها من نكبات، إلا أنه لم يسلم من المكايدات والعقوبات الظالمة. يعد السفير أحمد علي عبد الله صالح المولود عام 1972 بصنعاء أحد أبرز القيادات الشابة المؤهلة تأهيلا عسكريا احترافيا بين جيل التسعينات. فبعد دراسته بكالوريوس إدارة واقتصاد من الجامعة الأمريكية عام 1995، نال الماجستير في العلوم العسكرية عام 1999 من الأردن، وعام 2006 تخرج من الأكاديمية العسكرية العليا، كما انتخب نائبا في برلمان 1997، وله إسهامات مجتمعية كرئيس فخري لجمعية المعاقين حركيا وبعض الأندية الرياضية ورئيسا لمؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية. تميز أحمد علي بشخصية متواضعة وطباع هادئة وصفحة بيضاء وابتعاده كليا عن الأضواء طيلة رئاسة والده لليمن على عكس بعض أبناء الذوات، فضلا عن إظهاره لمهارات قيادية مبكرة أكسبته احترام الجميع.
وجعلت القيادة السياسية تمنحه الثقة المطلقة في قيادة أهم قوة عسكرية يعتمد عليها لحماية الجمهورية ومؤسسات الدولة من أي انهيار. ففي 24 من مارس عام 2004 أصدر الرئيس الصالح قرارا جمهوريا بتعيين العقيد أحمد علي قائدا للحرس الجمهوري قبل أن يرقى لاحقا إلى رتبة عميد. وبعد تعيينه في قوات الحرس الجمهوري أعاد تأسيسها وفق أحدث القواعد والبرامج والتشكيلات العسكرية العصرية حتى جعل منها قوة ضاربة إعدادا وجاهزية وتنظيما وتسليحا وانتشارا في كل اليمن، وحرص في تشكيلها على تجسيد الوحدة الوطنية وضم قيادات ومنتسبين من كل المحافظات ليكون ولاؤها لليمن فقط كقوة للسلام وضمانة لاستقرار الوطن. وفي أصعب اختبار لوطنيته وقواته الضاربة في فوضى العام 2011 فضل الوقوف على الحياد تاركا الفرصة للعمل السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود. وحين تعرض الرئيس الصالح لمحاولة اغتيال مروعة في تفجير مسجد الرئاسة امتثل لتوجيهاته بالامتناع عن أي انتقام وبقي تحت إدارة نائب الرئيس عبد رب هادي وامتثل لقرارته كجندي مجند في خدمة الوطن بدءا بإزاحته من قيادة الحرس وتعيينه سفيرا في الإمارات وتسليم ما بعهدته من صواريخ وعتاد عسكري بكل هدوء، وظل يترقب المشهد بصمت متحسرا على ما يجري للبلد من فوضى عارمة انتهت بهيكلة الجيش وتشتيت الحرس الجمهوري الضارب بين معسكرات ومحافظات شتى، ليتفاجأ بإدراجه ضمن معرقلي السلام في اليمن وفرض عقوبات كيدية ظالمة عليه رغم عدم صدور أي مواقف انفعالية من جانبه، فيما مراقبون فسروا تلك العقوبات بأنها كيدية من قوى المعارضة لإخراجه من المشهد السياسي خوفا من شعبية الرجل. حتى بعد الانقلاب الحوثي عام 2014 وصولا إلى انتفاضة ديسمبر عام 2017 واستشهاد والده الزعيم الصالح امتص الصدمة بهدوء وظل محافظا على رباطة جأشه على أمل أن يتم رفع العقوبات الظالمة. في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيا من الضفة بينهم صحفيان إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين. وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين، نابلس، رام الله، بيت لحم، طول كرم، الخليل، طوباس والقدس، إلى جانب تنفيذها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم وتخريب وتدمير منازل وممتلكات المواطنين. هذا واستشهد 5 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيت عطيل شمال طول كرم. وافاد مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطول كرم بوصول 5 شهداء تم التعرف على أحدهم. وكانت طائرة الاحتلال المسيرة قد قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها 5 شبان ما أدى إلى استشهادهم واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها. أنا جاري الموقع هون بحد الموقع اللي صار، وكنت الصبح بدي أطلع على الشغل الساعة 6:05 6:10 بدي أطلع على الشغل، كان سمعت صوت انفجار هون بحد البيت. أنا فكرت بيت انفجارنا ولا شيء، طلعت في دخني هون باب البيت، نزلت أنا والعامل تاعي ومع جاية هذا الشوفير العمومي برضو معي تقريبا مكان بنفس الوقت. جينا على الشاب اللي مستشهد على الشارع كان نص راسه مرايح، وجينا على السيارة هون، جينا على السيارة لقينا فيها 4 شهداء. طبعا ما كانوش مفحمين ولا محروقين، كانوا بس في أجسامهم صح مقطعة ولحم وهيك. حاولنا نشوف إذا في حدا منهم عايش موجود ننقذه نساعده نسعفه. كانوا ضربوا كمان صاروخ ورانا وإحنا واقفين، كنا أخلينا الموقع وهزمنا، يعني خفنا يضربوا علينا أخلى صاروخ، هزمنا من الموقع. اتصلنا والشاب هذا الشاب موجود معي، اتصلنا على الدفاع المدني، والدفاع المدني بعيد عنا تقريبا 2 كيلو او 3 كيلو حتى اكل كعب نص ساعه اجى، عبين ما اجى الا هي السياره ولعت، يعني وقت الحدث كانت النار مولعه شيء بسيط يعني شوي صغيره، اما تا اجى الدفاع المدني كانت السياره مولعه كلها، يعني تاخر الدفاع المدني كعب نص ساعه اجى،
وهذا يعني أسباب الشباب تفحيمهم، يعني هذا أسبابهم كل اللي صار. يعني لو استبق الحدث، يعني لو الدفاع المدني تفضل في مجيئه شوي صغيرة، كان لسه معالم للشباب كانت معروفة ونقدر نتعرف على شخصياتهم. بس ولكن لسبب للأسف الشديد تأخر الدفاع المدني في 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 عمله، هو مش عارفين، ما فيش أي معيقات في الطريق، يعني اللي تأخر هذا 2 كيلو، يعني كل المسافة 2 كيلو شارع اللي بيننا الدفاع المدني توصل 25 دقيقة لأجل تقريبا للدفاع المدني، وهذا اللي حصل. وفي خبر عاجل ورد إلينا للتو، وقع الآن هجومين جويين على مدينة الكرم، يعني كانت نتيجته وقوع 9 شهداء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن أيضا من الضفة الغربية مراسلنا نظير الفالح. نظير، بداية أطلعنا على تفاصيل ما حدث في تول كرم، سواء استشهاد 5 شهداء نتيجة طبعا انفجار السيارة، وهناك خبر عاجل عن حدوث هجومين جويين أيضا في تول كرم. نعم، مساء الخير. يعني أهلا بك. شهداء تول كرم منذ ساعات صباح هذا اليوم هي 9 شهداء، وذلك نتيجة لهجومين نفذتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة. الهجوم الأول وقع في ساعات الصباح على طريق عتيل زيتا، والهجوم الثاني وهو الذي وقع قبل قليل عند ضاحية إكتابة وأسفر عن 4 شهداء. في الهجوم الأول كان هناك 5 شهداء بعد استهدافهما بطائرة مسيرة إسرائيلية، استهداف مركبتهما بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى تفحم جثث 4 شهداء منهم، ولم يتم التعرف على جثامين هؤلاء الشهداء. إسرائيل ادعت أنها قامت بتصفية هذه الخلية العسكرية التي كانت تنوي تنفيذ هجوم ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي. حصيلة الشهداء حتى اللحظة هي 9 شهداء في قصف بمسيرات إسرائيلية. نشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عاد إلى سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية عن طريق الطائرات المسيرة، وذلك منذ عدة أشهر، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهناك حملات اعتقال واستهداف بشكل مباشر تنفذها السلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية. اليوم اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 9940 مواطنا فلسطينيا يحتجزون في ظروف بصعوبة. هناك هجوم إسرائيلي كبير خاصة على مخيمات الضفة في محافظة طول كرم. حتى اللحظة لم تنسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من مخيم نور شمس ومخيم طول كرم، وهناك إجراءات عسكرية مشددة في مدينة طول كرم، ولم يتم تسليم جثامين الشهداء الذين تم قتلهم عن طريق الطيران الحربي الإسرائيلي. هناك تصاعد في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك دعوات إلى تصعيد المقاومة في مختلف مناطق الضفة الغربية، وذلك ردا على مجازر الاحتلال المتواصلة وحرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة التي تتواصل للشهر 10 على التوالي. ومع كل ذلك بطبيعة الحال تتواصل اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين، وخاصة في شمال الضفة الغربية وعند الطرقات الفاصلة ما بين الشمال ووسط مدن الضفة الغربية المحتلة. نعم، أشكرك نظير الفالح، سوف نتابع معك بالطبع خلال اليوم لمعرفة كل ما هو جديد، مراسلنا من داخل الضفة الغربية. في لبنان استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بين بلدتي البازورية ووادي جيلو في الجنوب اللبناني، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شاب وإصابة 2 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي استهدف سيارة. كما شنت إسرائيل غارة على بلدة طير حرفة جنوب لبنان، بالإضافة إلى وقوع قصف مدفعي لبلدة ميس الجبل على حدود فلسطين المحتلة. أعلنت السويد أنها ستغلق سفارتها في بيروت وسط مخاوف من تصاعد الحرب في قطاع غزة إلى صراع على مستوى المنطقة. وقال وزير الخارجية توباس بالستروم إن وزارة الخارجية السويدية أصدرت تعليمات لموظفيها بمغادرة بيروت والسفر إلى قبرص، مشيرة إلى أن الوزارة تخطط لنقل سفارتها مؤقتا. هذا وأعلنت عدة خطوط جوية تمديد تعليمات
تعليق رحلاتها من وإلى لبنان. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن سينشر سفنا حربية وأسربا من مقاتلات في المنطقة. وبحسب بيان للبنتاغون فإن الجيش الأمريكي رفع استعدادات لنشر المزيد من الدفاعات الأمريكية البرية بالإضافة إلى إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى المنطقة، مشيرة إلى أن أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأمريكية. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعمه القوي لأمن إسرائيل، كما ناقش أيضا التدابير التي تشمل تغيرات وضع القوى الجارية والمستقبلية التي تستخدمها الوزارة لدعم الدفاع عن إسرائيل. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحريك حاملة الطائرات USS روزفلد إلى منطقة عملية الأسطول الخامس، وأشارت في بيان أن منطقة عملية الأسطول الخامس الأمريكي تشمل منطقة الخليج والبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي، وأكدت وصول حاملة الطائرات منذ منتصف يوليو الماضي. في روسيا أعلنت وزارة الدفاع تدمير 75 مسيرة أوكرانية فوق أجواء عدة مقاطعات. وقالت الوزارة الروسية إن أنظمة الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة روستوف وثماني مسيرات فوق مقاطعة كورسيك. أضاف البيان أن الدفاعات أسقطت 9 مسيرات فوق بلغراد و17 فوق أورلوفسكا. النشرة لا تزال مستمرة وتتابعونا بعد الفاصل. انتشار واسع لوباء الكوليرا في الخوخة ومخاوف من خروج الوضع عن السيطرة. ولأننا صوت الحقيقة، لذا نبحث عنها لنجسدها قولا وعملا. ننقل الأحداث ونعالج القضايا الإنسانية. نتواجد أينما يكون الإنسان. نتتبع إبداعاتهم. هذه المشاريع الصغيرة خالدة تسجل بحروف من ذهب. نسلط الضوء على القضايا المجتمعية. وننقل لكم تفاصيل ما جرى. نوافيكم بكل جديد من خط النار. من الصفوف الأمامية بجبهة الفاخر نوجد في الميدان وننقله بمصداقية ومهنية. نواكب التطورات السياسية الاقتصادية. نحقق السبقة والتميز. مهنية سقفها السماء. نتواجد الآن بكاميرا اليمن اليوم عبر آخر نقطة يسمح الاحتلال الإسرائيلي بالوصول إليها. نجدد التحية. اتهمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي بتعريض اللاجئين الأفارقة لشتى صنوف الانتهاكات قبل إجبارهم على الرحيل القسري إلى مناطق سيطرة الحكومة، مؤكدة وفاة وفقد 1860 مهاجرا على طول الطريق من القرن الإفريقي إلى اليمن منذ مطلع العام الحالي. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الحوثيين في صنعاء ومحافظة صعدة قاموا بترحيل آلاف من المهاجرين الأفارقة نحو مدينة عدن. كشف برنامج الأغذية العالمي عن عجز الأغلبية من اليمنيين عن شراء المواد الغذائية الأساسية رغم توفرها بشكل كاف في الأسواق وانخفاض حجم واردات الغذاء والوقود إلى جميع الموانئ خلال الفترة الأخيرة. لا جديد في الوضع المعيشي لليمنيين رغم تكيف الأغلبية منهم على حالة التقشف والاكتفاء بما يسد رمقهم وبقاءهم على قيد الحياة، وضع أفرزته تداعيات حرب لنحو عقد من الزمن لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ويدفعون فاتورتها من حياتهم وسعادتهم ورفاهيتهم. فعلى الرغم من توفير المواد الغذائية الأساسية والوقود إلا أن تلك الأغلبية المطحونة تراها بأعينها فقط
دون أن تصل أيديها إليها نتيجة ارتفاع أسعارها التي لا تتوقف وانعدام الأموال لديها، ما جعل عملية الشراء محدودة للقلة القادرة. برنامج الأغذية العالمي كشف عن عجز غالبية اليمنيين الذين يعتمدون الكثير منهم على المساعدات الإنسانية والبقية في قائمة الانتظار عن شراء كل ما يحتاجونه من السلع الأساسية المتوفرة فعلا في جميع الأسواق اليمنية. البرنامج أوضح أن تقلص اضطراري لواردات الغذاء والوقود إلى الموانئ اليمنية وبفوارق متفاوتة بين التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو الواقع تحت الصدوة الحوثية، حيث انخفضت واردات الغذاء والوقود إلى موانئ عدن والمكلا في النصف الأول من العام الجاري بنحو الربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ أكثر من 1,000,000 طن متري بانخفاض بلغت نسبته 24%، فيما بلغ حجم الوقود المستورد عبرها 466,000 طن متري وبانخفاض قدره 33%. البرنامج كشف عن انخفاض الواردات الغذائية الإجمالية بنسبة 28% عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية والزيادة السنوية في أسعار السلع والوقود المستوردة عالميا، فضلا عن التداعيات الناجمة عن التصعيد في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين للسفن القادمة إلى اليمن. في الحديدة تنتشر الكاليرا بشكل مخيف في مديرية الخوخة وقراها وسجلت أعدادا كبيرة، كانت آخرها 50 حالة في يوم واحد في ظل تردي الخدمات. في مشهد مأساوي يختزل معاناة عميقة تعاني مديرية الخوخة جنوب الحديدة من انتشار وباء الكوليرا، والذي صنف المنطقة كأحدى البؤر الموبوءة مع تزايد مخيف للحالات الوافدة بشكل يومي وفقا لمصادر صحية، وكان آخرها تسجيل 50 حالة خلال يوم واحد. قسم الإسهالات بات يعج بالمرضى الذين يرقدون في غرف مزدحمة تفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية. الخوخة منطقة وبوءة نظرا لكثرة الحالات، وتعطي الحالات من الحيمة التابعة لمحافظة مديرية التحيتة من جميع القرى التابعة لمديرية الخوخة. الحال الآن اليوم من الصباح اليومنا هذا إلى الآن ما أنا أكثر من 15 حالة اللي دخلت المركز، ونرجو لفت النظر لهذا المركز البسيط. لا ندري لماذا لم يتم التدخل رغم أن الإحصائيات ترفع يوميا إلى الكلستر وإلى الوزارة وإلى الصحة العالمية كم يدخلوا من المرضى ومنهم الإيجابي والسلبي. يوم أمس كان عدد المترددين 50 حالة منها 40 حالة بوزيتيف. يقع قسم الإسهالات مقابل مقر مكتب الصحة المحافظة المؤقت بالخوخة، يتوسطهما طريق تسلكه عشرات المنظمات الإنسانية الدولية. يبدو أن الجميع هنا صرفوا أنظارهم عن هذا الوضع الكارثي وتخلوا عن مسؤولياتهم، تاركين المرضى يغرقون بأوجاعهم على رصيف الأرض خارج غرف القسم في مشهد يعكس حجم الكارثة التي تعاني منها المنطقة. والله كان فجأة يعني إسهال حاد وأجيت لهنا والدنيا مليان ممددين على الرصيف. في الليل أكثر من 20 حالة قبلنا، للحمد لله الصباح الآن حق 20 حالة من كل مكان. الواقع هنا يفرض نفسه بقسوة، حيث لا توجد غرف مهيئة لاستقبال هذه الأعداد المتزايدة من المصابين، ولا تتوفر العلاجات اللازمة لتخفيف معاناتهم. والله جيني تقدم الساعة 5 العصر والدنيا الزحمة، وقيت والله تمدتنا في الأرض ما في شيء، كان اللمبة طافي والمروحة طافي، أملنا السياح وهياق اللهم قاموا وطولنا من اللمبة بطول انا مروحه، احنا شوف احنا في الارض ما فيش علاقه، قول يتصوتوا احنا نقول ما فيش علاقه، امه ما حلو امه ما حلو، احنا نقول المحل زايد السيل يقولوا لا زيد بابو بس محل ما فيش مغطيات. يبذل الكادر الصحي جهودا جباره في ظل ظروف قاسيه، حيث يفتقرون الى الدعم الكافي من الجهات المعنيه، وتحت وطأة هذا الوباء تتوالى النداءات الانسانيه من الاهالي مطالبين الجانب الحكومي والمنظماتي بتدخل العاجل لإنقاذهم من براثن الكوليرا
التي باتت تتربص بحياتهم. حسام بكري لقناة اليمن اليوم، الحديدة. شهدت عدة مناطق أمطارا غزيرة وسيولا جرفت أراض زراعية وممتلكات خاصة وقطعت طرقا رئيسية وفرعية. يأتي هذا بينما أعلنت الأمم المتحدة في تقرير حديث مقتل وإصابة 24 شخصا وتضرر قرابة 159 ألف آخرين في اليمن منذ مطلع العام الجاري جراء السيول الجارفة. أمطار من الله بها على مناطق كثيرة في اليمن، وكان هذا العام من أكثر المواسم غزارة في هطول الأمطار والسيول وفق تقارير الأرصاد، وتحولت الأرض اليابسة إلى خضراء منعومة بخيرات البلاد. لكن هذه الأمطار ومع استمرار هطولها بشكل يومي تسببت في خسائر بشرية ومادية على امتداد البلاد. بشريا، أعلن تقرير حديث للأمم المتحدة بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بوفاة 10 أشخاص وإصابة 14 شخصا وتضرر قرابة 159 ألف آخرين في اليمن منذ مطلع العام الجاري. فيما كشف مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأمطار الغزيرة والسيول أثرت على 22688 أسرة تتكون من 158816 شخصا في 19 محافظة يمنية خلال الفترة ما بين الأول من يناير والثامن والعشرين من يوليو من العام الجاري. ومنذ أشهر تشهد اليمن أمطارا موسمية أدت إلى تسجيل وفيات وأضرار مادية كبيرة في مخيمات النزوح والمساكن والبنى التحتية في عدة مدن يمنية. في تعز تسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات، وتعرضت مناطق عدة في مديريتي مقبنة وشرع برونة لأضرار واسعة في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية. فقد جرفت السيول مسجدا وتسببت بهدم بعض المنازل جزئيا وكليا، والتي بلغت قرابة 12 منزلا بمديرية مقبنة غربية تعز، كما أدت لقطع الطرقات وجرف الأراضي الزراعية وطمر العديد من الآبار فضلا عن العشرات من أشجار النخيل والمانجو. أما في الحديدة، هطلت أمطار غزيرة على المدينة وضواحيها وتسببت في غرق الشوارع والأحياء وتهدم عدة مباني سكنية وانقطاع خدمة الكهرباء وخروجها عن العمل بشكل كامل. توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يصل عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى 19 مليون شخص بحلول مطلع العام القادم، بزيادة قدرها مليون شخص إضافي، لتتصدر بذلك قائمة الدول الأكثر احتياجا حول العالم. وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة إن أكثر من 55% من السكان يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وكشفت الشبكة الدولية أن العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في ظل استمرار توقف توزيع المساعدات الغذائية وصلت نتائج حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مستوى الطوارئ. انتهت نشرة الثالثة، ألقاكم على رأس الثامنة، في أمان الله.